السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ايمان من قناه عالم ايمان التنظيم والسفر. اليوم ان شاء الله الفيديو غتكون طريقتي البسيطه والمتواضعه في غسل وطي الملابس. طلبتوها مني بزاف ديال المرات. نتمنى الفيديو تاع اليوم تعجبكم وكذلك النصائح تستفدوا منها ولو باشياء بسيطه. بالنسبه للنصيحه الاولى، قبل ما تقومي بغسل الملابس ضروري انك تعزلي الالوان. الالوان الملونه والبيضاء بوحدتها، الالوان السوداء بوحدتها، وكذلك الجوارب نخصوا لها واحد المكان لان الجوارب صغيره ودائما كنبقاو نبحثوا عليها وسط الغسيل وسط هذه الملابس الكبيره، فنخصوا لها هكذا واحد المكان تسهل علينا نلقاوها قبل الغسيل ومن بعد الغسيل كذلك. بالنسبه للنصيحه الثانيه وهو المنتوج اللي كتغسلي به الملابس، بالنسبه لالات الغسيل فيعني كاين سيدات عندهم الات الغسيل اللي متنوعه ومختلفه، ما غنهضرش عليها اليوم وانما على المسحوق ديال الملابس. الا كنتي كتستعمليه غبره او لا بودغ بحال هذا اللي عندي، ما تعمريش هذا المكان الى اخره، لانه كيكون واحد الرغوه كثيره وكتخلي لي تراس فوق الغسيل او البقع فوق الغسيل. حطي فقط الكميه الكافيه واللازمه. بالنسبه للنصيحه الثالثه وهي انه منين تحطي الملابس في اله الغسيل ما تعمريهاش الى اخرها، ويعني تكون هكذا مكتظه. علاش؟ لان الملابس ما كيتغسلوش مزيان، ما كيلقاوش واحد المساحه كبيره فينها كيتشللوا ويتغسلوا مزيان بالماء. لهذا دائما خلي واحد المكان او واحد الفراغ ما بين الملابس وما بين الزجاجه الخارجيه. وبهذا الشكل الملابس كتغسل مزيان، ما كيبقاش فيها هكا دوك البقع او البقايا اللي كتبقى من الفوق، لان كيكون عندها المكان الكبير فين انها تدور وفين تشلل بكل سهوله. رابعا، بالنسبه للشوميز كنصحك انك تعلقيهم هكا في دي سانتر وتحطيهم في المكان اللي كتنشري فيه الملابس، وهكذا كيسهل عليك انك تقومي بالغوباساج او لا تقومي بالكواء ديال هاد الملابس بكل سهوله لانها كتبقى مسرحه. بالنسبه للنصيحه الخامسه، ملي كينشفوا الملابس من الاحسن ما تخليهمش في واحد الشبكه، لان صدقيني لحطيتيهم بهذا الشكل غيبقاو يقدروا يوم او يومين وغتعكزي عليهم. من الاحسن حطيهم في واحد المكان اللي يكون باين ليك، كتخرجي عليه وتدخلي عليه وتحركي من حداه، لانه غيبقى يبان لك مرونين وغيضرك في عينيك، وغتكوني مضطره انك تطويهم هذاك النهار بالذات او في ذاك الوقت بالذات، وهكذا غادي تهناي وغتحطيهم في المكان ديالهم مباشره. سادسا، باش توفري الوقت وكذلك المجهود خصي لكل غرفه ولا لكل مكان واحد السله. مثلا انا هنايا حاطه واحد السله خاصه بملابس الاطفال اللي غتمشي لغرفه الاطفال، واحد السله خاصه بملابس ديالي انا وزوجي اللي غتمشي لغرفه النوم، وواحد السله اللي خاصه بالمطبخ. وبهذا الشكل ما تبقايش كل مره غاديه جايه غاديه جايه كل حاجه ديها على حده، غادي تدي كل سله للمكان ديالها وغتكوني وفرتي الوقت وكذلك المجهود. كانت هذه الفيديو تاع اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وكنضرب لكم موعد قريبا جدا في كل جديد وموضوع جديد. الى اللقاء.